أهلا بكم من جديد، والبداية من مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية لديه خلال شهر مارس الماضي بنحو 107 ملايين دولار ليصل إلى 17 مليارا و414 مليون دولار، مقابل نحو 17 مليارا و307 ملايين دولار خلال شهر فبراير السابق له. يعقد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران اجتماعا اليوم مع مدير صناديق الاستثمار العاملة في البورصة سواء الحكومية أو غير الحكومية لبحث أوضاع السوق وأسباب الهبوط الحاد لأسعار الأسهم والمؤشرات بالبورصة في الفترة الأخيرة. وأوضح عمران أنه سيستطلع آراء مدير صناديق الاستثمار حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عمليات البيع للأسهم بهذا الشكل. يشار إلى أن البورصة هبطت منذ الخميس قبل الماضي بأكثر من 10% وفقد رأس مالها السوقي ما يزيد عن 40 مليار جنيه. وعلى صعيد التداولات بالبورصة اليوم تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين، في حين اتسمت تعاملات العرب بالشراء. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محسن عادل خبير أسواق المال. أستاذ محسن مرحب بك. أهلا وسهلا. النهاردة طبعا كان رئيس البورصة بيعقد اجتماع اليوم مع مدير صناديق الاستثمار العاملة في البورصة لبحث أوضاع السوق وأسباب الهبوط الحاد لأسعار الأسهم في الفترة الأخيرة، فيعني يا ريت حضرتك توضح لنا ما أسفر عنه هذا الاجتماع. اولا الاجتماع سوف يعقد بعد جلسه التداولات ولا بيعقد حتى الان. ثانيا هذا الاجتماع ليس منحصرا على مدير صناديق الاستثمار فقط، هذا امر غير صحيح. الامر فيه كل اطراف السوق اللي هتكون موجوده، عدد كبير من النشطاء المتواجدين في البورصه المصريه وجمعيات سوق المال والاتحادات المتواجده فيه، بالاضافه الى عدد من الشركات المقيده وعدد من شركات الاستثمار وبعض من مدير المحافظ ومدير الاستثمار صديق الاستثمار، بالاضافه الى شركات الوساطه الموجود داخل السوق. فهو امر ليس منحصرا كما يعني حدث في بعض وسائل الاعلام انه صديق الاستثمار، هذا امر غير صحيح. الامر ان ده لقاء مجتمع في اداره البورصه كاجتماع دوري مع جميع اطراف يحدث بصفه مستمره بهدف مراجعه الاوضاع الموجوده داخل السوق ومناقشه الاحداث اللي بتحدث فيه او اي تطورات بتحدث، خاصه ان اداره البورصه خلال الفتره الاخيره قامت بعدد من الاجراءات من المفترض انها تطلع العاملين في السوق على مثل هذه التطورات وعلى الوضع فيها. بالتاكيد قد يكون واحد من الموضوعات او واحد من المناقشات لسه فتعرض هو الاوضاع والمستجدات يتشهد السوق خلال هذه الفتره وراي اطراف السوق فيها والمقترحات المتعلقه بها، لكن هذا ليس هو السبب الوحيد ولا السبب الرئيسي حتى الان لعقد مثل هذه الاجتماعات. تمام. طب استاذ محسن، من وجهه نظر حضرتك يعني لو حبينا نعرف او الساده المشاهدين اسباب هذا الانخفاض الحاد لمؤشرات البورصه في خلال هذه الفتره؟ هي أسباب كثيرة وتحدثنا فيها أكثر من مرة. أولا بدأت بعمليات تصحيح عادية جدا للأسعار، تزامنت هذا الأمر مع إغلاق مراكز مالية مكشوفة، بدأ بعد ذلك الأمر يتجه إلى عمليات بيع مكثفة من جانب مؤسسات مالية في وقت طويل، ثم نقص واضح في السيولة، بدأت تدخل في عمليات إغلاقات مراكز مالية مكشوفة للكريدت المتعلق بالعملاء، زاد من حدة الأمر عدم وجود قوة شرائية وغياب الأنباء المحفزة، ثم الأحداث اللي شهدتها أكثر من منطقة والإصابات الأمنية اللي شهدتها عدد من المناطق داخل مصر، ثم الموضوع تطور إلى مرحلة بيع هلعي وبيع اندفاعي، ضغوط واضحة ومبيعات من أطراف كثيرة داخل السوق بشكل لا أتصور أنه كان مبررا ولا كان تقليديا. بالعكس يمكن جلسات حتى يوم الخميس الماضي كان الأمر قد يكون في إطار نفس الموجات التصحيحية المستمرة، وكان طيب. هناك تماسك في جلسات الثلاثاء والاربعاء، ولكن الامر تطور الى اتجاه بيعي مندفع خاصه للمتعاملين الافراد، وكان لهم بعضا من الحق في هذا الامر خاصه بعد التراجعات الحاده شتى السوق. يوم امس كان هناك اندفاع بيعي ملحوظ من جانب مؤسسات ماليه وتزامن مع مبيعات المتعاملين الافراد، مثل ضغطا اضافيا على السوق. اليوم بدايه الجلسه شهدت بيع اندفاعي وسط نقص واضح في قيم واحجام التداولات، ولكن الان تقلصت حجم الخسائر بشكل كبير بعد ان كنا قد وصلنا في بدايه الجلسه لتراجع بنحو 2% على مؤشر الاي جي اكس
30 الآن بنقلص حجم التراجعات إلى 17 نقطة مئوية مع وجود مستويات واضحة من جانب المتعاملين المؤسسيين المصريين اللي تحولوا الآن في اتجاه شراء صافي مستويات المتعاملين المصريين المؤسسات حتى الآن حوالي 43 مليون جنيه وهو أكبر مشتري اليوم في السوق في مقابل مبيعات من جانب المتعاملين المؤسسات الأجنبية ولكن بنسبة ضئيلة لا تجاوز 16 مليون جنيه ومبيعات من أفراد مصريين بنحو 30 مليون. تمام أستاذ محسن عادل خبير أسواق المال شكرا جزيلا لك. رفضت أوكرانيا دفع ثمن الغاز الروسي بالأسعار الجديدة التي رفعتها موسكو مهددة بمقاضاه روسيا أمام محكمة تحكيم ما بعد المخاوف من حرب غاز تطال كل أوروبا. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية إلى أن الدين الأوكراني في تزايد متوقع أن يبلغ الدين العام لكييف لروسيا نحو 5.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وكانت موسكو قامت بزيادة أسعار مشترياتها من الغاز بنسبة 80% وهو واحد من أعلى الأسعار في أوروبا في إجراء انتقامي بعد إسقاط نظام الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش. مشاهدينا الكرام إلى هنا قد انتهت هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزملاء ريهام رجائي وفوزي جدلة واستكمال البانوراما. تفضل تفضل. شكرك الزميل الأمير داود. مع حضرتكم مشاهدينا الكرام نستكمل بقية عرض الأنباء وهذه المرة من سوريا حيث أفاد ناشطون سوريون بارتفاع حصيلة قتلى أمس جراء أعمال العنف إلى 118 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد. كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 27 من مقاتلي المعارضة في انفجار سيارة ملغومة أمس في المناطق المحاصرة في مدينة حمص وسط سوريا. يأتي هذا بينما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة المسلحة في محافظة ما قصفت الطائرة الحربية عدة مناطق في محافظة أدلب شمالي البلاد. فتحت مكاتب الاقتراع اليوم أبوابها في الهند في مستهل انتخابات تشريعية تستمر أكثر من 5 أسابيع وهي أطول مدة انتخابية في العالم. ويبدأ 930 ألف مركز انتخابي في استقبال الناخبين في أنحاء الهند. وترجح استطلاعات الرأي أن يطيح التيار القومي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا أقوى أحزاب المعارضة بحزب المؤتمر الحاكم الذي تقوده سلالة نهرو غاندي والتي فقدت الكثير من تأثيرها في الفترة الأخيرة جراء حالة التباطؤ الاقتصادية التي تعيشها البلاد. انطلقت في الهند أضخم انتخابات عامة في العالم والتي تحتدم فيها المنافسة بين حزب المؤتمر الحاكم والقوميون الهندوس المعارض. يصوت في هذه الانتخابات والتي تجرى على مدى 5 أسابيع حوالي 815 مليون ناخب في 930 ألف مركز انتخابي بمختلف أنحاء البلاد. هذا الماراثون الانتخابي الذي يشكل تحديا لوجستيا يجرى على 9 مراحل آخرها في 12 من مايو المقبل، على أن يجرى فرز أصوات جميع المراحل في 16 من مايو ويتوقع أن تظهر النتائج في نفس اليوم. هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات في العقدين الماضيين في ظل الاستخدام الواسع لوسائل الإعلام الاجتماعية بالإضافة إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار، ما قد يدفع الناخبين إلى إنهاء 10 سنوات من حكم حزب المؤتمر الذي شهد عدة فضائح فساد بحسب ما تشير استطلاعات الرأي. وكان زعيم الحزب القومي الهندوسي بهارتيا جاناتا ناريندرا مودي حاضرا على الساحة الوطنية منذ 6 أشهر حيث خاض حملة انتخابية تمحورت حول خلق وظائف وجذب استثمارات، لكن مودي يواجه تشككا من قبل شريحة من الشعب بسبب شخصيته الحادة وموقفه خلال الاضطرابات التي شهدتها ولاية غوغارت عام 2002. ويتولى الزعيم القومي حكومة هذه الولاية الواقعة شمال غربي الهند منذ العام 2001. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مودي قد يضطر للتفاوض للحصول على غالبية المقاعد البالغ عددها 543 مقعدا بمجلس النواب.
الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تيتشينوف إلى عقد اجتماع أمني طارئ لبحث تطورات أزمة اندلاع مظاهرة موالية لروسيا في 3 مدن بشرق أوكرانيا. من جانبه أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسي نيفاكوف اليوم أنه تم تحرير مقر الإدارة الإقليمية في خاركيف شرق أوكرانيا من المتظاهرين الموالين لروسيا الذين سيطروا عليها ليلة الماضية، وذلك من دون توضيح عما إذا كان قد تم استخدام القوة أثناء ذلك أم لا. حقق حزب فيدس المحافظ الذي تزعمه فيكتور أوربان فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في المجر الأحد، ولكن لا يزال الغموض قائما حول ما إذا كان سيحصل على أغلبية الثلثين في البرلمان، في حين أن حزب اليمين المتطرف يوبيك تقدم بشكل كبير وحسب النتائج غير النهائية. وبعد فرز أكثر من 93% من صناديق الاقتراع، حصل الرجل القوي في هذا البلد السابق بالكتلة الشيوعية والعضو في الاتحاد الأوروبي على نحو 45% من الأصوات مع حزب فيدس، ولكن النتيجة هي أقل مما كانت عليه في الانتخابات الماضية قبل 4 سنوات، حيث حصل على 52.7%، ولكنه حصل مع ذلك على 133 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، أي بفارق ضئيل عن أغلبية الثلثين. حسب اللجنة الانتخابية التي من المقرر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات اليوم الاثنين. رصدت سفينة تابعة للبحرية الأسترالية تشارك في أعمال البحث في المحيط الهندي عن الطائرة الماليزية المفقودة، رصدت إشارات صوتية جديدة تتطابق مع الإشارات التي يصدرها الصندوقان الأسودان للطائرة حسب ما أعلن اليوم من قبل مسؤولي العمليات الأسترالية. وأكد قائد فريق البحث الدولي الطيار الأسترالي المتقاعد أنغوس يوستن أن الصندوق الأسود يمكن أن يستمر في إرسال الإشارات لبضعة أيام بعد انقضاء مدة 30 يوما التي تعمل خلالها بطارية الصندوق. ومن المتوقع أن يحمل الصندوق الأسود سر اختفاء الطائرة إثر مغادرتها الصين متوجهة إلى ماليزيا في 8 مارس الماضي، وكان على متنها 239 راكبا، حيث اختفت من على شاشات الرادار. باقونا مع حضراتكم مشاهدين في بانوراما النيل، ولكن في مجموعة من الأنباء الرياضية. زميل حسام عاطف لديه المزيد، تفضل حسام. شكرا ريهام وشكرا فوزي.